طفل. كتير قوي بتحصل مشاكل قدام الأطفال ونقول ده مش فاهمين حاجة، ده عيال وهينسوا. والحقيقة أن مصدر قوة الطفل مستمدة منكم أنتم كأب وكأم، لو ظهرتوا بشكل فيه كسر أو فيه شرخ لنفسية الطفل وثقته بنفسه ساعتها هتقل جدا، لأنكم أنتم مصدر القوة. كتر المنازعات وكتر الخناقات بين الأب والأم بتخلي الولد يحس بالخوف من الانفصال. يا ترى هيسيبوا بعض؟ طيب هو بابا هيضرب ماما؟ ماما هتمشي وتسيبنا؟ بيتحول الطفل لشخصية كتومة متجنبة للكلام، لأن أصلا في كلام داخلي. بيتحول لشخصية متجنبة للمواجهة، متجنبة للاختلاط مع الناس، متجنب للمشاكل. الابن المسالم ما ينفعش معاه الهدايا، ما ينفعش معاه أحفزه بالحلويات ولا أحفزه بالكلام إطلاقا. لكن أزرع الثقة بالنفس جواه. تعزيز الثقة بالنفس عند الأطفال مهم جدا، في برامج تدريبية لزرع الثقة بالنفس. عشان كده لو عايزة تحافظي على ابنك وأخلاقه لازم يخضع لبرامج نفسية بنسميها برامج الثقة بالنفس، ده من الناحية النفسية. طب ومن الناحية الجسدية؟ برضه لازم تربي جسمه زي ما بتربي نفسيته وأخلاقياته، لازم برضه تربي جسمه. يعني إيه أربي جسمه؟ يعني بنية سليمة. الثقة بالنفس بتبدأ من بنية سليمة وجسم سليم. الطفل الضعيف واللي جسمه هزيل بيحس باهتزاز للثقة وبيتوتر، كذلك اللي بيبقى مثلا قصير شوية بيحس باهتزاز بالثقة. لازم يلتحق بأي برامج لبناء الجسم مثلا زي لعب الكاراتيه. الكاراتيه على فكرة ما بيدعوش للعنف، هو رياضة لرد الفعل والدفاع عن النفس. برضو بتكسب الطفل اطمئنان، يعني حتى لو ما تعرضش لموقف أو خناقة فهي بطريقة غير مباشرة بتزرع جواه إنه قادر يدافع عن نفسه. والجسد لو اطمئن ساعد في طمأنينة النفس. حتى إن الأم ممكن تشوف ابنها مثلا معدل ذكائه عالي جدا وبيستوعب كويس جدا وهو مشارك في البيت ومع تيتا، لكنه لا يتفاعل في الفصل، لا يتفاعل مع زمايله، لا يشارك في أنشطة مدرسية، لأنه ببساطة حاسس بنقص في ذاته. أنا كويس وسط الناس اللي عارفيني، بس مجرد ما بطلع لناس تانية بتهز. ازاي ازرع الثقه في نفس ابني؟ عن طريق اني امدحه دايما قدام الناس مش العكس. مش اول ما يجي لنا ضيوف ابدا في ذمه والتركيز على العيوب، تعال انت مكسوف، دايما بتحصل. طب قولوا له بقى ما يتكسفش، اطلب من الناس ينصحوه. مصيبه